طيب خلينا نتكلم عن مميزات احمد رفعت. على فكره يا جماعه احمد رفعت من اللعيبه اللي ما بقتش موجوده كتير في الدوري المصري من اللعيبه المصريين، اللعيب الجناح التقليدي، اللعيب اللي بيصنع، اللي بيعمل عرضيات متقنه جوه منطقه الجزاء، اللعيب اللي بيسدد ركلات حره اللي احنا بنفتقدها جدا في الدوري المصري، اللعيب اللي عنده التسديدات من اللعب المفتوح. ودي مميزات احمد رفعت اللي عايز كابتن حسام حسن ان هو يستفيد منها. ايه مميزات احمد رفعت؟ هي تسديدات من اللعب المفتوح، العرضيات المتقنه بشكل كبير جدا مع المصري او مع فيوتشر، وبيفيده جدا وجود مهاجم رقم 9 كلاسيكي جوه منطقه الجزاء بيقدر ان هو يلاقيه وان هو يرفع له عرضيات متقنه، وبيقدر يسجل الركلات الثابته بمنتهى الاقتدار. ونفس الكلام بالنسبه طبعا للحلول الفرديه، هو احمد رفعت من الاجنحه اللي عندها حلول فرديه في ان هو يعدي واحد على واحد، او حتى كمان يعدي بسرعته في التحولات. طيب ايه المنطقه اللي محتاج احمد رفعت ان هو يتطور فيها؟ هي منطقه المسانده الدفاعيه. معروف ان احمد رفعت لو موجود على جنب من الاجناب او طرف من الطرفين، ان الظهير اللي بيلعب مع احمد رفعت في نفس الطرف بيبقى عليه واجبات دفاعيه اكبر شويه، لان احمد رفعت مش من اللعيبه اللي معروف عنها او مش من الاجنحه المعروف عنها المسانده الدفاعيه.